إذن صحيح 80 حول الجزء 3، لدينا الزاد 1 والزاد 2 عددين عقديين بحيث كما هو موضح. اكتب زاد 1 والزاد 2 على الشكل الجبري. شنو هو الشكل الجبري اللي عندنا لكم؟ يعني خصك تكتب الزاد بهذا الشكل هذا، اكس زائد اي ايكال، صحيح؟ هذا هو الشكل الجبري. مزيان، اذا حنا عندنا الشكل الاول، عفوا الزاد 1 زاد 1 كيساوي 4 على 1 ناقص اي 3، باردون راسي نطول. وكنا ديجا شفنا بحال هاد الأمثلة ودرنا واحد جوج تمارين في النشاط السابق أولا في الدرس السابق. إذا هنا باش كنتخلص من الإف المقام نضرب في المرافق، يعني نضرب 4 في 1 ناقص تولي 1 زائد مرافق ياك جدر 3، المرافق نتاع هذا هو هذا ياك، على 1 ناقص اي راسين تروا في 1 زائد اي راسين تروا. هذه متطابقة، ما أوس 2 ناقص أ ناقص بي في أ زائد بي، أوس 2 ناقص بي أوس 2. إذا فوق تبقى 4 زائد اي في 4 جدا 3، ولا نخليوها هكا ما خسرنا والو، نو خصنا نخليو خصنا نحسبوها 4 زائد اي في 4 جدا 3 على المقام شنو يعطيني؟ أوس 2 واحد ناقص نورمالمون ياك بي أوس 2 هي جدر 3، أوس 2 هي 3، إي أوس 2 هي ناقص 1 يعني ناقص 3 مع الناقص تولي زائد 3 يعني هي 4 ياك، تساوي 4 اللي يعني نخليوها أحسن باش نجي نخبز بها صحيح. ألوغ نختار هذي تولي 1 زائد 3 هي 4، نختار 4 مع 4 تبقى 1 زائد إي جدر 3. دونك كتبنا زاد 1 بشكل جبري، دونك صحيح زاد 1 نكتبها هنا الشكل الجبري نتاعها هو 1 زائد اي جدر 3. نمشيو دابا عند زاد 2، زاد 2 الله، زاد 2 اش كتساوي؟ كتساوي جدر 3 ناقص اي على 1 ناقص اي. اذا الشكل الجبري نتاع هادي شنو هو؟ الو نضربو في المرابط نتاع هاد الشيء في المقام، دونك جدر 3 ناقص اي في 1 زائد اي على 1 ناقص اي في 1 زائد اي. الو الفوق شنو تعطينا؟ جدر 3 في 1 هي جدر 3، جدر 3 في اي هي جدر 3 اي، ناقص اي في 1 هي ناقص اي، ثم ناقص اي في اي هي ناقص اي اوس 2 يعني زائد 1 على ا ناقص بي بقى زائد بي، هي 1 اوس 2 ناقص 1، ناقص اي اوس 2 هي ناقص 1 هي 1 زائد 1 يعني 2 ياك، تساوي هنا جدر 3 زائد 1 على 2 زائد اي في جدر 3 ناقص 1 نعملو بإيه هنا ياك. دونك هذا هو الشكل الجبري نتاع زاد 2. جدر 3 دونك هذا هو الشكل الجبري نتاع زاد 2. يا الله السؤال الموالي، نمسحو هادشي هنا ونمشيو للسؤال الموالي. الله يحفظك، اعطي الشكل المثلثي للزاد 1 والزاد 2. الأمور واضحة، باش نلقاو الشكل المثلثي تاع زاد 1 والزاد 2 خصنا ار وخصنا تيتا باش نلقاو الشكل المثلثي. إذا نمشيو عند زاد 1، زاد 1 شنو لقيناه؟ هو 1 زائد اي جدر 3، مزيان. دونك ار شنو هي؟ ار واحد نسميوها، هي جدر مربع 1 اوس 2
زائد جذر 3 وسيدنا جذر مربع 1 زائد 3 جذر مربع 4 كتساوي 2. يعني زاد 1 كيساوي نعمل بالزوج، زوج في 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2 مزيان. وصلت لهذه النتيجه هذه. علاش عملت بالزوج بار 1 ياك هو 2، شنو بقى لينا؟ 1 على 2 باش تعطيني 2 على 2 هي 1، وهنا جذر 3 على 2 تعطيني 2 على 3 على 2 هي جذر 3. دونك هذا هو هذا ياك دفقي. الوغ دابا خصني نقلب على الزاويه اللي الكوسينس نتاعها كيساوي 1 على 2 والسينس نتاعها كيساوي جذر 3 على 2. الا عندكم جدول نتاع اللي يسموه ثلاثيه خاص تحفظوه، راني وريتكم طريقه كيفاش تحفظوه في الجدع المشترك رجعوها. الوغ مقارنة الجدع المشترك راه كاين وسائل رائعه وممتازه في الحساب المثلثي خصكم تعرفوها. يعني ما تحفظش كاع الزوايا وما تحفظ حتى شي حاجه وتقدر تجمعهم من الدائره ومن الجدول، والجدول حتى هو ما كيتحفظش، كاين تقنيه باش تكتب لك الجدول هذا. دونك الا خدينا بي على 3 الكوسينس نتاعها هو 1 على 2 والسينس نتاعها هو جذر 3 على 2، اذا هنا 1 على 2 شنو هو؟ هو كوسينس بي على 3، يعني كتساوي 2 كوسينس على 3 زائد اي جذر 3 على 2 هي سينس على 3. هادشي راه ضروري تعرفوه كيفاش تجبد تحول واحد القيمه للسينس والكوسينس. دونك صافي هذا هو الشكل المثلثي نتاع زاد 1. دونك زاد 1 ممكن تعطينا 2 في كوس على 3 زائد اي مزيان. الشكل المثلثي نتاع زاد 2 شي بان لي مشبك بزاف باش غادي نقدر نعرف ار، المهم كاين شويه ديال الصفر ولكن كاين وسيله اخرى ار نقدر نحسبو انطلاقا من هذا الشيء. هذا شنو كنعرفو على زاد بار؟ واش كنعرفو هادشي شنو كيساوي زاد تحت؟ تفكر معايا واش هادشي معقول ولا ماشي معقول؟ معقول. واش كنعرفو على ارغيمون نتاع زاد ناقص زاد عفوا الزد على الزد فتحة؟ اش كيساوي هذا؟ كيساوي أرغيمون زد ناقص أرغيمون زد فتحة، ياك؟ هادو عارفينهم مزيان. غادي دابا واش غندير؟ غادي نشوف العمدة والمعيار ديال هذا، العمدة والمعيار ديال هذا، نبداو بجدة 3 ناقص، اش كيساوي؟ جدة 3 ناقص، عرفتوا علاش؟ لأن أنا ملي شفت هاد الكتابة الجبرية راه ممكن نوصل، ولكن كنظن انه غادي نلقى صعوبة في الحساب. ار هو هذا جدر هذا وسيتنا زائد هذا وسيتنا نحسب يعني الوقت ما وكوس تيتا المهم غتضيع وقتك. الوغ شوف معايا مزيان التقنية كيفاش داير، وربما ربما تلقى شي زاوية اللي ما تقدرش تعرف السينس نتاعها والكوسينس نتاعها، تلقى شي عدد اللي ما عندوش السينس ولا الكوسينس ما معروفش مزيان. إذا اش غنديرو دابا؟ جدر 3 ناقص اي غادي نكتبها بالشكل يعني نحسب ار نتاعها. دونك ار شنو كيساوي؟ جدر 3 و 6 هي 3، جدر 3 و 6 هي 3، 1 و 6 هي 1 يعني 4 يعني 2، دونك هي 2، هنا هي 2، نعمل بزوج، شنو تبقى جدر 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي، شكون هي الزاوية اللي عندها الكوسينس هو جدر 3 على 2 والسينس هو ناقص 1 على 2، دونك السينس خصو يكون سالب يعني في هاد الجهة، والكوسينس خصو يكون موجب يعني في هاد الجهة، متفقين؟ سينيس سالب هنا من هنا، كوسينيس موجب من هنا، مزيان، يعني الزاوية غتكون في هاد الجهة. دونك إلا خديت مثلا ناقص بي على 6، ماشي مثلا، خصني ناخد ناقص بي على 6، علاش؟ لأن في الجدول عارف إنما شكون اللي عندها الكوسينيس جدر 3 على 2 هي بي على 6، ياك؟ وحتى بناقص بي على 6 راه عندها نفس الكوسينيس من الجدول. إذا الزاوية اللي عندها ناقص 1 على 2 في السينيس والكوسينيس جدر 3 على 2 هي ناقص بي على 6، دونك كتساوي 2 كوس ناقص بي على 6 زائد اي سينيس ناقص بي على 6، واضحة الأمور مزيان. إذا لقيت المعيار والعمدة نتاع هذا العدد اللي فوق، صحيح؟ نتاع هذا العدد اللي فوق، لأن زاد 2 هي عبارة عن زاد على زاد فتحة، مزيان. نمشيو دابا عند المقام 1 ناقص اي، اش كتساوي؟ إذا درت هنايا الآن شنو كيساوي؟ جذر مربع 1 و 6 زائد 1 و 6 زائد ناقص 1 و 6 دونك تولي جذر 2 مزيان، يعني خصني نعمل بجذر 2 باش نبقى دونك نعملو بجذر 2
شنو تبقى؟ واحد على جذر جوج ناقص اي في واحد على جذر جوج، ياك؟ مزيان، واحد على جذر جوج هي جذر جوج على جوج، جذر جوج في جذر جوج على جوج زائد اي في جذر جوج على جوج، ناقص عفوا أنا ناقص، مزيان، شكون هي الزاوية اللي الكوسينس نتاعها كيساوي جذر جوج على جوج؟ المهم هي، شكون اللي عندها الكوسينس موجب؟ والسينس سالب، الكوسينس موجب يعني هنا، السينس سالب يعني هنا، إذا الزاوية غتكون في هذا الجهة، مزيان، إذا خص تكون عندها سينس هنا، الكوسينس هنا والسينس هنا، شكون هي الزاوية اللي عندها جذر جوج على جوج؟ هي بي على 4، دونك غنديرو ناقص بي على 4، علاش؟ لأن رانا هنا ما عرفناش هنا، صحيح؟ دونك ناقص بي على 4، إذا هنا عرفنا بأن راه واحد ناقص إي كتساوي جذر جوج، فاش؟ كوس ناقص بي على 4 زائد اي سينيس او ناقص اذا لارجيمون تاع هذا هو ناقص بي على 4 والعمده ديالو عفوا العمده ديالو هو ناقص بي على 4 هي لارجيمون وبالنسبه للمعيار نتاعو هو جذر جوج مزيان اذا شنو بغيت انا بغيت العمده نتاع زائد جوج اش كيساوي لا المعيار نتاع الزاد جوج هو المعيار نتاع شنو قلنا المعيار نتاع ا نتاع الزاد على المهم المعيار هي المعيار ديال الزاد على الزاد الفتحه المعيار ديال الزاد على المعيار ديال الفتحه يعني كيساوي المعيار نتاع اللي الفوق جذر 3 ناقص اي على المعيار نتاع داك اللي تحت هو 1 ناقص اي صحيح المعيار نتاع اللي الفوق شنو هو جذر 3 هو زوج المعيار نتاع هذا هو جذر جوج وجوج على جذر جوج هي جذر جوج إذا لقينا المعيار ديال الزاد جوج العملة نتاع الزاد جوج شنو هي؟ الزاد جوج هو عبارة عن الزاد على الزاد فتحة ياك إذا هو العملة نتاع الزاد ناقص العملة نتاع الزاد فتحة العملة نتاع الزاد نتاع اللي الفوق شنو هي؟ هي ناقص بي على 6 ناقص العملة نتاع ذاك اللي في المقام شنو هو؟ شنو لقينا؟ ناقص بي على 4 يعني تولي زايد بي على 4 نوحدو المقام ممكن لو حدنا المقام 4 في 6 24 الوغ 4 في ناقص بي هي ناقص 4 زايد 6 بي هي جوج هي بي على 12 مزيان بي على 12 إذا زاد جوج اش كتساوي؟ كتساوي ار هي جذر جوج فاش في كوسينس 12 زائد اي سينيس على 12 دونك واضح الامور دونك زائد جوج تفقد دابا كملنا التمرين السؤال باء عفوا الف كملنا غير سؤال الف دونك هادو صحيح جو دمان السؤال باء يستنتج قيمة كوسينس بي على 12 واضحة صحيح شنو القيمة؟ زائد جوج كيساوي؟ كيساوي جذر 3 زائد 1 على جوج زائد اي جذر 3 ناقص 1 على جوج وشنو كيساوي عاودة؟ كيساوي جذر جوج في كوس بي على 12 زائد اي سينيس بي على 12 مزيان نشرو هذا تولي جذر جوج كوس بي على 12 زائد جذر جوج اي في جذر جوج في سينيس بي على 12 يعني هذا هو هذا فوقاش كيكون الزاد فوقاش كيكون عددين عقديين متقايسين الا كان عندهم نفس الجزء الصحيح ونفس الجزء التخيلي مزيان يعني جذر 3 زائد واحد على جوج كتساوي جذر جوج كوس بي على 12 يعني اش غتعطيني هذه كوس بي على 12 اش كتساوي الوغ هي هذا على جذر جوج يعني جذر 3 زائد واحد على جوج جذر جوج وباش نحيدو جذر جوج من المقام
دونك تساوي نضرب جدا جوج فوقتو لي جدا ستة زائد جدا جوج دونك تحتو لي زوج على أربعة دونك هذه هي كوسينس يعني على 12 وعاود هذه عندنا جدا جوج سينيس يعني على 12 اش كتساوي كتساوي هذه تساوي جدا 3 ناقص 1 على زوج كنبليك سينيس بيو على 12 اش كتساوي هذا على جدا جوج يعني نفس العملية غنديروها تولي جدا 6 ناقص زوج على 4 على 4 نفس الطريقة دونك نبقى صحيح بقينا سينيس بيو على 12 بقينا كوسينيس بيو على 12 دابا غنشوفو وحسو هنا دونك غنستعملو صيغة موافقة لأن عندنا الأس صحيح وغادي نستعملو الكتابة المثلثية ولا الصيغة المثلثية تاع دونك نكتبو هنايا كوس بي على 12 كما نحتاجوها شنو هي كوس بي على 12 هي جدا 6 زائد جدا 2 على 4 وسينيس بي على 12 هي جدا 6 ناقص 2 على أخذ ناقص جدا 2 جدا 2 على 12 صحيح ألوغ زاد 1 أس 3 شنو هي زاد 1 شنو لقيناها هي 2 كوس بي على 3 زائد اي سين بي على 3 الكل اس 3 ياك اش كتساوي جوج اس 3 في هادي وكل اس 3 وهادي شنو تساوي هادي الا درنا هي جوج اس 3 هادي اس 3 شنو كتقول صيغة موافقة اذا كان عندك كوس تيتا زائد اي سين تيتا الكل اس ان هي كوس ان تيتا زائد اي سين ان تيتا صحيح دونك هادي هي دونك غتولي لنا كوس ان تيتا يعني تلاتة بي على تلاتة زايد اي سين تلاتة بي على تلاتة مزيان تساوي جوج اس تلاتة تمنية كوس بي تلاتة نمشي مع تلاتة كوس بي هو اي كوس بي بي كوس هو ناقص واحد يعني في ناقص واحد سينيس بي هو صفر صافي بقى ناقص مية صافي زاد واحد أس ستة بنفس الطريقة جوج أس ستة كوس تولي لنا ستة بي على تلاتة يعني هي جوج بي زائد إي سينيس جوج بي دونك كوسينيس جوج بي هي واحد دونك جوج أس ستة دونك هي 64 في واحد سينيس جوج بي هي صفر دونك ستة تبقى 64 صحيح زاد زوج أس 12 شنو هي دونك زاد جوج هي جدر جوج أس 12 في كوس 12 بي على 12 زائد إي سينيس 12 بي على 12 كتساوي جدر جوج كل أس 12 هي زوج أس 6 يعني هي 64 دونك هنا 12 مش مع 12 كوس بي هي ناقص واحد سينيس بي هي زيرو دونك تبقى ناقص 67 صحيح وزاد زوج أس 27 كتساوي جدر زوج أس 27 هي جوج أس 12 دونك جوج أس 12 هي جوج أس 6 في جوج أس 6 على 64 في 64 المهم خدمها انت بالآلة حاسبها براسك المهم خدمها بالآلة حاسبها باش نعطيك فاش هنايا 24 بي على 12 هي جوج بي كوسين جوج بي هي واحد سينيس جوج بي هي صفر دونك تبقى زوج أس 12 هذا هو النتيجة إذا نشكركم ونتلاقوا إن شاء الله في الجزء الثالث اللي فيه يعني غير داكشي القديم ولكن غنحاولوا نجبدوا خاصيات جداد ونبرهنوا على بعض الخاصيات ونخدموا بعض التمارين ونتمرنوا على طريقة استعمال القواعد في التمارين بصفة عامة.